فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تم بناء مسجد من قبل أحد المتبرعين على نفقته، وبعد سنتين احتاج المسجد إلى بناء دور علوي، ووجد متبرع جديد يقوم بذلك. سؤاله: هل للمتبرع الأول أن يمنع المتبرع الثاني من إنشاء الدور العلوي؟ إذا كان هو سيقوم ببناء الدور الثاني فهو أولى، وإن كان ما يقوم ببناء الدور الثاني فلا يمنع المحسنين من أن يبنوه. نعم، والمسجد ليس ملكا له، إنما هو وقف له، ليس ملكا. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، وإذا حصل اختلاف تراجع جهة المساجد المسؤولة عن المساجد. نعم.